أهلا بكم من جديد. لم تسفر المناظرة التلفزيونية الرئيسية في حملة الانتخابات العامة في بريطانيا عن فائز واضح قبل الاقتراع المقرر في 7 مايو المقبل، وقد تبادل قادة الأحزاب الانتقادات خلال المناظرة التي أثيرت خلالها مسائل تعلقت بإدارة العجز العام والنظام الصحي والهجرة ومستقبل الشباب، لكن أيا منهم لم يفز بأغلبية تمكنه من حكم بريطانيا واقتصادها الذي تبلغ قيمته 2,800 مليار دولار. وخلال المناظرة اتهم زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون العماليين وحكومتهم السابقة بزيادة الضرائب وكذلك النفقات العالية المدمرة للاقتصاد، بينما اتهم إيد ميلبند حكومته بتعميق الهوة بين البريطانيين بسبب سياستها التقشفية. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال في وقت سابق إنه يود تقديم موعد الاستفتاء بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي المقرر في 2017 إذا ما فاز بالانتخابات المقبلة. وللمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الأستاذ أحمد ياسين المحلل الاقتصادي. أستاذ أحمد، بعد التحية، نجد أنه بعد انتهاء المناظرة الرئيسية في الانتخابات البريطانية أظهر استطلاع للرأي أن كاميرون كان الأفضل أداء فيما يتعلق بالاقتصاد البريطاني، طبعا في حين أن ميلبند أظهر أداء أفضل فيما يتعلق بالرعاية الصحية. ما تعليقك على ذلك؟ تقليديا حزب المحافظين تكون دائما يعني توجهه مساند ومؤيد من قبل عالم الأعمال في بريطانيا، أما بالنسبة لحزب العمال هو يعني يطرق بابا من خلال الانتقادات التي وجهت لحزب المحافظين مؤخرا، حيث أن الحكومة الحالية قدمت عقود لشركات خاصة يرتبط عملها مع القطاع الصحي، منها سيركل وفانغارد وكير يو كي، ومثل هذه الشركات هي مرتبطة مع حزب المحافظين، أي أنها تدعم انتخابيا حزب المحافظين. وهنا حزب العمال يركز على مثل هذه النقاط والانتقادات التي وجهت لحزب المحافظين حتى يعني يوضح للناخب البريطاني أنه سوف يدعم القطاع الصحي، ولكن الجميع يتذكر بأن الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي حاليا يعني كانت بدايتها مع حزب العمال، وخاصة مع بداية فترة حكم توني بلير في 2003. بالنسبة للاقتصاد بالتأكيد يلقى الدعم المباشر من قبل حزب المحافظين، ولدى حزب المحافظين الكثير من النقاط التي يمكن أن يستند إليها لكي يفوز في الانتخابات المقبلة، انطلاقا من النشاط الاقتصادي الجيد الذي يعكسه الاقتصاد البريطاني. بالنسبة للعام الماضي كان الأفضل بين الدول الصناعية السبع الكبرى، وكذلك أيضا خروج بريطانيا من براثن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة كان نجاحا كبيرا، وكانت بريطانيا الدولة الأولى التي حققت مثل هذا النجاح، بالرغم من أن بنك إنجلترا المركزي لم يقوم بذلك البرنامج الهائل في شراء الديون كما شاهدناه في السوق الأمريكية أو في اليابان، يعني كل ما أقدم عليه بنك إنجلترا المركزي لم يتجاوز 375 مليار جنيه استرليني، مقارنة مع أرقام هائلة في أستاذ أحمد 4.5 تريليون. ربما لا تسمعني جيدا، لكن أنا أريد أن أتوجه إليك بهذا السؤال، يعني استكمالا لهذه الفكرة، كاميرون يواجه دوما بانتقادات تتعلق بفرض سياسة تقشفية، بينما اتهم هو العماليين وحكومتهم السابقة بزيادة الضرائب والنفقات العالية المدمرة للاقتصاد. هذه الإشكالية يعني كيف تنظر إليها؟ بالتأكيد حزب المحافظين عندما استلم الحكم في بريطانيا كان الاقتصاد البريطاني يعاني الويلات من خلال السياسات الاقتصادية التي اتبعها حزب العمال من قبله، وخاصة في عهد جوردن براون، ولكن كما ذكرت سابقا سياسة التقشف التي اعتمدها حزب المحافظين من قبل جورج أوزبون واجهت انتقادات حادة في بدايتها، ولكن في نهاية المطاف أعطت ثمارها. يعني هنا أذكرك بالانتقادات التي حتى وجهت من قبل
صندوق النقد الدولي، ومن ثم صندوق النقد الدولي وجه اعتذارا واضحا لبريطانيا من خلال الانتقادات التي يعني ارتبطت بسياسة التقشف. سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة البريطانية أعطت الثمار، والثمار واضحة جدا. الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة تصل إلى 2.7%، ومثل هذه النسبة من النمو يمكن ببساطة ويمكن بواقعية أن تستمر، خاصة هناك مؤشرات بالتأكيد سوف يستفيد من الاقتصاد البريطاني. وهنا أذكر بحال التراجع القوية في أسعار النفط مؤخرا الذي يدعم بشكل أساسي مستوى التضخم، ومما يعطي الأريحية للبنك المركزي لعدم رفع نسبة الفائدة، وبالتالي المؤثرات الإيجابية. نعم الأستاذ أحمد ياسين محدثنا من لندن، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. فازت شركة مرسيدس بنز مؤخرا بثلاث جوائز عالمية من أصل 5 في معرض نيويورك الدولي للسيارات، فحصلت على لقب أفضل سيارة في العالم للعام 2015 عن سيارتها سي كلاس، كما فازت بجائزة العام لأفضل السيارات الفاخرة عن سيارتها إس كلاس كوبي، بينما حصلت سيارتها AMG GT على لقب الأفضل أداء على مستوى العالم. خلال فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات تم الإعلان عن جوائز أفضل سيارات العام، ويبدو أن الأفراح ستسيطر على جميع مقرات مرسيدس العالمية، فقد فازت الشركة بثلاث جوائز من أصل 5. ففي فئة أفضل سيارة للعام اختارت لجنة التحكيم سيارة سي كلاس خلال التصفيات النهائية لتتغلب على فورد موستنج وفولكس واجن باسات، وكان عدد السيارات التي دخلت للمنافسة في هذه الفئة بالأساس 24 مركبة من جميع أنحاء العالم. سيارة العالم لهذا العام، إنه أفضل وأرقى لقب يمكن أن تفوز به أي سيارة، ونحن فزنا به عن سيارة سي كلاس، وهو ما يعد نجاحا عالميا لمرسيدس بنز. كما حصلت مرسيدس اس كلاس كوبي على لقب السيارة الأكثر فخامة في عام 2015، وذلك للسنة الثانية على التوالي، بينما حصلت على لقب أفضل سيارات العام أداء AMG GT. هذه ليست خدعة، ولم يحدث ذلك أبدا لأي علامة تجارية من قبل، وهو يظهر المكانة الريادية التي تتمتع بها الشركة في عالم صناعة السيارات. والجائزتان الوحيدتان اللتان لم تربحهما مرسيدس هي السيارة الخضراء، وفازت بها منافستها الألمانية BMW عن سيارتها i8 للعام الثاني على التوالي، بينما فازت سيارة سيتروين C4 كاكتس بلقب أفضل سيارات العام من حيث التصميم. للشهر الرابع على التوالي لا يتلقى 160 ألف موظف فلسطيني أجورهم الشهرية كاملة، مع استمرار احتجاز إسرائيل لأموال الضريبة الفلسطينية منذ بداية العام، رغم قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية الأخير بالإفراج عن هذه الأموال. وأعلنت الحكومة الفلسطينية أنها تلقت منحة سعودية قيمتها 60 مليون دولار ستساعدها في دفع نحو 60% من رواتب موظفيها. التفاصيل في التقرير التالي. قالت وزارة المالية الفلسطينية إن السلطة في رام الله ستصرف جزءا من رواتب معظم موظفيها في إبريل للشهر الرابع على التوالي، نظرا لعدم تحويل إسرائيل الإيرادات التي جمعتها نيابة عن الفلسطينيين. وفي ديسمبر الماضي بدأت إسرائيل في حجز إيرادات ضريبية وجمركية تبلغ نحو 130 مليون دولار شهريا، بعدما أعلن الفلسطينيون سعيهم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والذي تم يوم الأربعاء. وفي الأسبوع الماضي وافقت إسرائيل تحت ضغط دولي على استئناف تحويل الإيرادات، قائلة إنها ستدفع نحو 400 مليون دولار على الفور، وهو مبلغ الإيرادات المحتجزة بعد خصم الديون المستحقة على الفلسطينيين عن الخدمات التي تزودهم بها إسرائيل. غير أن وزارة المالية الفلسطينية قالت إنه لم يتم تلقي أي أموال من إسرائيل، ونتيجة لذلك سيتقاضى معظم موظفي السلطة الفلسطينية 60% من رواتبهم، وسيتم صرف الراتب بالكامل لمن يتقاضون أقل من 500 دولار شهريا. ويبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية نحو 150 ألف موظف في غزة والضفة الغربية. كان صندوق النقد الدولي حذر من عواقب وخيمة على الاقتصاد الفلسطيني إن لم يتم استئناف التحويلات سريعا.
وفي الأسبوع الماضي حذرت شرطة النقد الفلسطينية البنك المركزي من وصول الإقراض إلى حدوده القصوى تقريبا وتصاعد الخطر الذي يهدد النظام المصرفي. بعد مرور عام على إنجاز قانون للإيجارات في لبنان، يتخوف المستأجرون القدامى بعد طلبهم تعديل بعض البنود ألا تتم الاستجابة لهم، ما يهدد وضعهم الاجتماعي الناتج عن وضعهم الاقتصادي السيء. عام تقريبا مر على قانون الإيجارات الجديد في لبنان، وهو لا يزال متأرجحا بين من يعتبره نافذا ومن يراه مجمدا غير قابل للتطبيق. أما الجديد اليوم بعد المواجهات والاعتصامات في الشارع سابقا، هي المعارك المتبادلة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بين تجمع المستأجرين القدامى ونقابة المالكين، بينما القانون لا يزال في أدراج لجنة الإدارة والعدل النيابية اللبنانية التي أصبحت قريبة من الانتهاء منه بحسب معلومات السوق. غرفة نوم، غرفة قعدة، عم بدفع مليون ونص تقريبا، يعني مليون ونص من عدا خدمات، عم ندفع لهم خدمات كمان. قبل كان لما كان أرخص كنا عم ندفع 700-800 ألف بالسنة. أنا عم بسمع حسب القانون هذا الفاسد الجائر اللي الله يوفقهم اللي عملوه، إنه 8 سنين بكبونا برا. أنا رجل صرت كبير بهالعمر، ما بقى عندي مدخول، إذا أنا بدي كبني برا وين بدي أروح؟ تجمع المستأجرين القدامى يرى أن كل مادة في قانون الإيجارات الجديد تضرب المستأجر ومكتسباته وتستهدف الطبقة الوسطى والفئات المهمشة، مؤكدا أن ما صدر عن المجلس الدستوري يعني تجميد القانون بعد إبطال مواد وتأثيرها على مواد أخرى. بظل عدم وجود خطة إسكانية، بظل تضخم، بظل كل هذه المشاكل اللي موجودة اليوم، عم يجوا يحطوا الناس بقلب بعضها. بس في شيء الأهم من هيك، للي هو للي كنا عم نقول عنه، هودي الشركات للي اشتروا من بعض الملاكة، اشتروا أملاك الناس ب 60% أو أقل من 60%، اليوم عم يتبين من خلال الإنذارات للي عم تجينا صحة كلامنا اللي كنا عم نقوله، أنه سرقوا للمالك المعطر الصغير واليوم جاي دور المستأجر. نقابة المالكين القدامى وفي اتصال معنا أشارت إلى نظرة مضادة للقانون الجديد، فهي ترى فيه كل الإيجابيات التي تصب لمصلحة المستأجر، والنقطة الوحيدة الإيجابية للمالك هي أنه يستطيع استرداد حقه باستعمال المأجور بعد 12 عاما. أيام قليلة تفصل عن أعلان لجنة الإدارة والعدل النيابية في لبنان بحسب معلومات السوق عن الانتهاء من ترميم بعض المواد المتعلقة بقانون الإيجارات الجديد بشكل نهائي، وتوسيع مروحة المستفيدين إلى حدود 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور. من بيروت، فانيسا متى، السوق. كان هذا كل ما لدينا في السوق الأسبوعي. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة، شكرا لك يا ياسر. شكرا هاجر. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، في أمان الله.